الاتحادات هي اللي تضع نفسها للأسف في هذه الدائرة، في دائرة الاتهام، دائرة التقصير. إذا أنت كاتحاد جديد اليوم جاي، أبجديات العمل عندك هي أجندة الموسم، واحدة من أهم بطولاتك في الموسم من ضمن هالبطولات اللي موجودة بطولة السوبر. ما في شيء اسمه أنا أقلل من هذه البطولة، هي بطولة ضمن أجندتك، التقليل منها تقليل في عملك أنت، تقليل في كفاءتك أنت. يعني تترك هذه التساؤلات وتخلي المسألة عايمة، هذا تقصير منك أنت. شوف، احنا ما نتمنى دائما يكون عندنا أسهم النقد موجهة للاتحاد، لكن أنت اللي تضع نفسك في هذه الدائرة. لما تجي يكون عندك نائب رئيس لجنة مستقيل من البداية ولا تعلن عنه، وتصير بعض الأمور اللي داخل الدوري وتبدأ تعلن في هذا التوقيت، هذا خلل عندك أنت، فبالتالي لا تتوقع من الناس أنها ما تنتقدك، أو تجي تحط عليك أمور سلبية، أو تقول أنا توني جاي في البداية، وأنت أساسا يعني مجموعة من اللي موجودين في الاتحاد هم أساسا موجودين في الاتحادات المتعاقبة سابقا يعني. فبالتالي ترجع تقول بطولة مهمة لازم أنت تعطيها اهتمامها، تحترم الأبطال لهذه البطولة والممثلين فيها وحطها. يا أخي والله العظيم حتى لو يبغى يأجلها وعنده أسبابه، أو يبغى يلغيها هالموسم وعنده أسبابه، ايضا المجتمع الرياضي بحاجه لإجابة. انا بس ايش قاعد اقول المقدمه بس، لانه يعني نبغى الناس يتسع صدرها لمثل هالتساؤلات. يعني هذا التساؤل في منتهى الاحترام، في منتهى يعني قاعدين نطرح تساؤل طبيعي جدا ما يضايق احد. اذا في جواب يا مرحبا اهلا وسهلا. ساعات يعني